عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا فيديو جديد، تجربة جديدة. دونك اليوم ان شاء الله غنبارطاجي معكم واحد الماسك ديال التبييض. التبييض يعني هو كيحاول يرد البشرة اللون ديالها الاصلي، لان باش نقول لك ماسك تبييض يكون مثلا لونك الاصلي واحد الدرجة ديال اللون وتبغي يعني تفتحي درجة اخرى، ما يمكنش. هو فقط كيحيد داك التصبغات، داك الحروقات ديال الشمس. بنادم راك عارف البشره ديالو كتاثر مع الحراره، دونك هو كيحاول يرضى الاصل ديالها. دونك هذا الماسك زوين بزاف وسهل، والمكونات ديالو بسيطه. دونك كما كتشوفوا غنحتاجوا واحد الحبه ديال البطاطا. دونك انا كنحاول دائما في الماسكات ما نديرش كميات اللي هي كبيره. انا عارفه ان استعمال جوج صافي، ما كنقدروش نحتفظوا به مده طويله. يعني ما كنستعملوش مواد حافظه، دائما المواد اللي كنستعملو هي مواد طبيعيه 100%. دونك شنو غنديروا هذه الحبه ديال البطاطا؟ غادي نديروها مع شويه ديال الماء باش تسلق. غادي نديرها مع شويه ديال الماء. كما قلت لكم الماء ما تكثروش، لان انا ما بغيتش نصفي، يعني بغيت داك الماء طيب فيه، وداك الشويه اللي غيبقى ديال الماء غطحن معاه، يعني ما بلا ما نضيع المكونات ديالها في داك الماء الزايد وغيمشي في الاخر لافابو. دونك فوالا غنحطها دابا تسلق ونتلاقاو من بعد. البطاطا تسلقات، الى لاحظتوا راه الماء ما بقاش، جريمه فقط اللي غطحن فيها. مباشره غنديرو في الخلاط باش نطحنو، ولا في الميكسور ولا اللي عندكم نتوما. المهم انا غنديرو في الخلاط باش تطحن ليا مزيان، بغيت نحصل على ديك العجين ديال البطاطس اللي هي اللي غادي ندير بها الماسك. اضافات قبل ما نطحنها غنزيد عليها شويه ديال الحليب كامل الدسم، ولا الحليب العادي المهم اللي عندكم. انا غنزيد عليها تقريبا جد واحد 4 معالق هكاك، منها كتسهل في الطحين وميم طون كتزيد هذا الماسك يولي غني، لان حتى العنصر ديال الحليب راه زوين بزاف للبشره. دونك كندوز نطحنها ونتلاقاو من بعد. دونك فوالا ها هي طحنتها. دونك نتوما غتبقاو تطحنوا تشوفوا، هي ما خصهاش تكون جاريه بزاف وميم طون ما خصهاش تكون ثقيله بزاف باش تطحن لكم. انتما عينكم ميزانكم، يعني ملي كتحسوا ثقيله كتزيدوا شويه ديال الحليب. حصلت على بيوري ديال البطاطا، فكرني وانا كنصايبو درت فيه البطاطا والحليب، خصني نزيدو شويه الزبده والملحه، وانا حصلنا على بيوري ديال البطاطا. المهم الا ما صلحت لكمش الوصفه التجميليه قلبوها ماكله. دونك بالنسبه لهاد الكريش شنو غنزيد نضيف ليه؟ غنضيف ليه الشعير، الطحين ديال الشعير. نتوما عندكم طحين ديال الشعير مزيان، ما كانش ممكن ندير الطحين ديال الزرع، وي حتى الطحين ديال الزرع ديال الفورس، الطحين ديال الروز، الحمص، العدس، كلهم زوينين، كلهم مبيضين، كلهم كيغنيو هذا الماسك. دونك غناخذ واحد معلقه صغيره. صراحه ما غاديش نخلط هذه الكميه كامله، قلت لكم جاتني الكميه كبيره بزاف، يعني غنخلط غير القياس. غناخذ تقريبا واحد المعلقه من هاد العجين ديال البطاطس، وهاد البيرو ديال البطاطا، لا جوج معلقات صغار، المهم على حسب وجهك. الوجه ممكن دير حتى اليدين صافي. وغناخد واحد المعلقه ديال الشعير، ولا معلقه ونص، المهم عينك ميزانك بالنسبه للتخلاط. فوالا غنخلط هاد المكونين بجوج. كما قلتلكم الا جاكم الخليط ملي غتخلطو شويه ثقيل، شويه ديال الحليب، زيدو غير شويه ديال الحليب كيولي مزيان. ترطيب غادي نضيف الزيت ديال الورد. زيت ديال الورد زوين مرطب مخير، وايضا كيبيض مع الوقت، مع الوقت كيبيض زوين بزاف صراحه في الاستعمال ديالو. دونك غندير واحد جوج ولا ثلاثه ديال النقيطات. صافي، وهالماسك ديالنا جاهز للاستعمال. كديريه على الوجه ديالك بحال كاع الماسكات مده ديال نص ساعه، ومباشره كتغسلي بشويه ديال الماء دافي، ومن بعد موراها بشويه ديال الماء بارد. ماء دافي وايكم وجهكم تغسلوه بالماء سخون، دونك ماء دافي ومن بعد غسلوه بالماء بارد باش تسدوا المسام، وبيان سور تحسي البشره ديالك منتعشه. جفي الوجه ديالك، مسحيه مزيان، وديري كريم مرطب ديالك خاصه في الليل. انا دائما كننصحكم بالنسبه لي الماسكات انهم يداروا في الليل. انا عارفين الوجه بيان سور راه كديروا الماسك كتغسليه مزيان كديروا المرطب، فلا تعرض للشمس يقدر تحرق. اللهم في الليل باش كيكون الفو ديالها زوين كديريها، دير المرطب ديالك وتمشي ترتاحي مع راساتك، يعني ما تبعك لا خروج لا غبره لا تمره لا عرق لا حتى شي حاجه، يعني الوجه ديالك كياخذ الروبو كيرتاح. كما قلنا غنخليوه نص ساعه ونغسلوه
وكتكون نتيجة زوينة بزاف مع الاستمرار والمداومة. تأكدي أنك تحصلي على واحد النتيجة اللي هي مرضية. علاش؟ لأن كما قلنا البطاطس والمواد اللي فيها، الطحين اللي فيها والنشويات اللي فيها غنية بزاف مبيضة، وكتنقي البشرة وكتحيد التصبغات. دقيق الشعير رائع بزاف، دقيق الشعير قلت لكم غير بوحدو مع شوية الماء في الوجه خطير بزاف، حتى هو كيحيد التصبغات، كيخلي البشرة مجبدة، كينقيها، زوين بزاف، كلها مواد طبيعية. وحتى رائحة الماسك غزالة بسبب هاد الزيت ديال الورد، كيعطي واحد الريحة زوينة. وهذا ما كان فيما يخص الفيديو ديال اليوم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. الى اللقاء.